الإعلام فتح الرابط على 13,000 درجة وظيفية، قدم عليه 340,000 شاب خريج. كذلك عندنا ملحق تربية البصرة 80,000، يطلع المجموع 420,000، يعني بما يقارب نصف مليون عاطل عن العمل في البصرة، وتخرج وتعطي ذريعة الحكومة المحلية، تعطي ذريعة للحكومة المركزية تقول لا يوجد عندنا عاطل عمل في البصرة. كذلك يوجد مليون عامل أجنبي يعمل في البصرة، وشباب البصرة لا جدوى ولا فرص عمل لهم. كذلك اليوم من أتى بهذه الدرجات 150,000 درجة وظيفية هم معتصمية البصرة، تظاهروا على مدار 3 سنوات. بقية المحافظات أو الحكومات المحلية أنصفت معتصميها، وهي ذي قار وحصلت على استثناء لمعتصميها 4300.